هنا يتنفس المتسوقون عبق الماضي ويستعيدون مشاهد أصبحت مجرد ذكريات عن أجواء رمضانية كانت تميز سوق باب السراي في مدينة الموصل قبل أن تكتوي المدينة بنيران الحروب والقتل والتهجير. من باب السراي من أقدم وعرق سوق في مدينة الموصل الحبيبة، في رمضان المبارك يأتي الناس ويتوافدون على هذا السوق للتبضع لحاجياتهم لموائد الفطور الطيبة. أجواء رمضان هذا العام في مدينة الموصل تختلف عن أجواء السنوات السابقة، ولا سيما قبل دمار المدينة، حيث يواجه الناس حاليا ظروفا اقتصادية صعبة أثرت على المزاج المجتمعي في رمضان. مادة ماكو، العالم ما عدا مادة، ناس فقراء، ناس فقراء تعبانة طبعا، ما تقدر تتمكن تشتري كيش. ينتظرون السدائق مال الناس الأغنياء ينطون بالجوامع، وناس الفقراء يروحون على الجوامع ياخذون يطلعون يشترونهم. والله انت فرق وين الفقير وين الحالة زينة، فرق شاسع يعني عن رمضان قبل وعن رمضان هسه، يعني خاصة انه هذا سوقنا بذيك الايام بذاك رمضان صراحة كان كل احد ماكو. هسه اختلفت شوي، الناس تعلمت انه اكو يعني حركة بالسوق وهذه، بس تجي عليها هم الاجواء ما مثل قبل، ما تحس مثل ايام زمان. ما نقول انه انت لا تحكي لي على ذيك السنه، انت انا احكي لك انه على السنين الامور اختلفت، يعني نفسيات الناس الاجواء. ومن اهالي الموصل من تطير به الذكريات الى سنوات بعيده ليعيش الاجواء الرمضانيه التي كانت تسود في مدينه الموصل. طبعا اذا نحكي على القديم، كان القديم بينه خير، يعني كان الشيء رخيص، والعالم كانت تشترك بوقت رمضان، تقعد قعدات. يعني مثلا محلي كان تعرف كم الاول، احنا نحكي على القديم قبل ما هسه تصاوت بالمحيلين، مثلا باب جديد، باب البيض، يعني هالمناطق، مثلا جمع الكبير، كانت العالم بيناتهم هي يعني تشع السفره، واحد يعمل عدس، واحد يعمل كباب، واحد يعمل تشع السفره ملت من اربع خمس بيوت، يقعدون كلهم ياكلون سوا. ورغم هذه الظروف يبقى أمل أهالي الموصل برمضان مقبل يجتمعون فيه على مائدة السلام والأمن والخلاص.